الجزئية الأخرى ما بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية بدأت الأصوات فكرة، ودايما أنت بتسمع الكلام ده، أنا أعتقد من 2016 من وأنت موجود في المجلس من أول مرة أنت بتسمع الكلام ده، مع كل إخفاق في مطالبات دائما باستقالة اتحاد الكرة. هل حضرتك أو أحد الأعضاء فكر في الاستقالة بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية؟ هي عجلة اتحاد الكورة مش هتنتهي ومش هتبطل، ولو كل ما نخسر بطولة ونقول استقالة اتحاد الكورة يبقى دي مش طريقة شغل، مش طريقة كلام. احنا قدام مجلس إدارة اتحاد الكورة ده في الشهور اللي جاية اللي تعد على صوابع اليد الواحدة تحديات كبيرة، طبعا على رأسهم المباريات بتاعة كأس العالم اللي جاية في شهر 6، ووراهم على طول هيلحم فيهم أمم أفريقيا 2025. يعني احنا مسؤولين في اتحاد الكورة ومسؤولين عن اتحاد الكورة، ولو الحلول تبقى في استقالة اتحاد الكورة تأكد تماما ان احنا يعني مش ما يصبحش علينا صبح، ده لو الحل يعني ان هو اتحاد الكورة يستقيل. طيب لكن ان شاء الله يعني ربنا يوفقكم.